روس اتخاذ اجراءات ملموسه ضد الولايات المتحده ردا على طرد دبلوماسيين روس من واشنطن. اذا قررت واشنطن عدم حل هذه المشكله، مشكله الدبلوماسيين، عندها سيتعين علينا اخذ اجراءات مضاده. هذه هي قواعد الدبلوماسيه والمعامله بالمثل والشؤون الدوليه. ما زلنا نأمل من الولايات المتحدة بوصفها مدافعا عن دولة القانون أن تحترم في النهاية واجباتها الدولية. إدارة أوباما أرادت تسميم العلاقات الروسية الأمريكية إلى أقصى حد ممكن، وعملت كل ما بوسعها لكي تجد إدارة ترامب نفسها في مأزق. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات وسط اتجاه شرائي سيطر على تعاملات الأجانب في مقابل اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والعرب. زاد مؤشر اي جي اكس 30 الرئيس بنسبة بلغت 14 نقطة المئوية، هذا فيما انخفض مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%. استقر مؤشر اي جي اكس 100 وهو الأوسع نطاقا عند نفس مستويات إغلاقه لجلسة الأمس. مشاهدي الكرام، المزيد من المتابعة ينضم مباشرة إلينا من مقر البورصة المصرية زميل مينا بشرى مراسل أون لايف. مينا، إذا مؤشرات السوق تباين أداؤها في النصف الساعة الأولى، ما هي قراءتكم لأداء السوق بعد مرور ما يزيد عن الساعة؟ نعم، مساء الخير سيد. بالفعل خلال مستهل تعاملات اليوم شهدت البورصة المصرية أداء متباينا ما بين الصعود المحدود للمؤشر الرئيسي في مقابل تراجع المؤشر السبعيني وثبات المؤشر الأوسع نطاقا، ولكن بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات تحول المؤشر الرئيسي من المنطقة الخضراء إلى المنطقة الحمراء لتشهد جلسة اليوم تراجعا جماعيا بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة نتيجة للعمليات البيعية من قبل المستثمرين المصريين والأفراد، والأداء شبه السلبي للأسهم القيادية كان عامل ضغط على أداء المؤشرات وتحديدا المؤشر الرئيسي الذي تراجع مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء بنسبة تراجع محدودة للغاية بلغت نحو 0.2% ومسجلا 13683 نقطة حتى هذه اللحظة. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني هو أكثر المؤشرات تراجعا حتى هذه اللحظة، حيث تراجع المؤشر بمقدار 0.42% ومسجلا 686 نقطة نتيجة للضغوط البيعية من قبل صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر اي جي اكس 100 بعد أن شهد حالة من الثبات خلال مستهل التعاملات تراجع إلى المنطقة الحمراء بمرور جلسة تداول اليوم ومسجلا نحو 0.30% تراجعا ليصل المؤشر إلى مستوى 1570 نقطة. أخيرا بالنسبة لمستوى السيولة بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة فقد وصلت حتى هذه اللحظة إلى مستوى 239 مليونا.